أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف المشروعات المتعثرة في عدد من القطاعات، مشيرا إلى تكليفات الرئيس السيسي المستمرة بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات وبدخولها الخدمة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف الحالي لعدد من المشروعات المتعثرة. وخلال الاجتماع لفت رئيس الوزراء إلى ما يتم بذله من جهود من جانب مختلف الجهات المعنية للتعامل مع أي مشكلات أو تحديات تواجه استكمال تنفيذ هذه المشروعات. وأكد مدبولي أنه تم حل الكثير من المعوقات التي واجهت عددا من المشروعات في عدد من القطاعات، وتم استكمال تنفيذها ودخولها الخدمة سعيا لتعظيم الاستفادة مما تم إنفاقه من استثمارات خاصة في هذا الصدد.